يخشاها أتلتيكو مدريد، ولكن بدأها بقوة منذ الدقيقة الثامنة بهدف اللاعب دافيد فيا إثر تمريرة من ديغو كوستا. هذا هو الهدف الأول. في الدقيقة 30 جاء الهدف الثاني بإثر هجمة مرتدة يتمكن من خلالها اللاعب ديغو كوستا من كسب الصراع، يمرر إلى سوزا، وهذا الأخير يمرر إلى أردا توران الذي يودع الكرة الشباك الفارغة. 10 دقائق بعد هدف الفريق أتلتيكو مدريد الثاني يدلل رايو فايكانو الفارق بواسطة لاعب جوناثان فييرا الذي أهدر ضربة جزاء مباشرة بعد هدف دافيد فيا الأول. هنا بهذه الطريقة وبهدوء وبجمالية يحرز هدف الأول لفريق رايو فايكانو، ينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في الدقيقة 44 توران أردا توران يتمكن من إحراز الهدف الثالث، ويعود أتلتيكو مدريد في الشوط الثاني بقوة بعد أن صمد 30 دقيقة. في دقيقة 75 اللاعب المميز الذي لم يكن أنانيا أبدا توج بهدف آخر، ديغو كوستا يسجل هدفه 20 الرابع لفريقه. بعد ذلك بدقيقة واحدة اللاعب الأرجنتيني داريفي يترى تمريرة من جوناثان فييرا.